تعالوا ناخد حضراتكم ونروح مدينة السلوم ونتابع المجهودات اللي بتحصل هناك على الأرض لمبادرة حياة كريمة، لأن تم الإعلان عن البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل في مدينة السلوم، وده في إطار توصيل خدمات البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين. خلونا نقرب أكتر من الموضوع من خلال المهندس أحمد نصر، مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، صباح الخير بحضرتك، اهلا بحضرتك، اهلا بالساده المشاهدين. باشمهندس احمد، عاوزين نعرف من حضرتك ايه اللي بيحصل في الصرف الصحي في مدينه السلوم. طبعا مدينه السلوم هي اخر مدينه حدوديه على في محافظه غرب في غرب جمهوريه مصر العربيه، وكانت محرومه من خدمه الصرف الصحي طوال الفتره اللي فاتت. طبعا القياده السياسيه مهتمة جدا بتوصيل خدمات البنية التحتية لجميع ربوع جمهورية مصر العربية. فبدأ مشروع، بدأنا نفكر فيه مشروع صرف صحي في مدينة السلوم. المشروع عبارة عن 4 محطات رفع صرف صحي وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة معالجة طاقة 7000 متر مكعب يوم. بدأنا الحمد لله، أخذنا أشرة البدء وبدأنا فعلا في تنفيذ المشروع. المشروع ده هيتكلف حوالي 177 مليون جنيه. بمده تنفيذ هتوصل ل 18 شهر. 18 شهر ويبقى في صرف صحي متكامل في مدينه السلوم. باذن الله يكون في صرف صحي متكامل في مدينه السلوم. ونسبه الاعمال يا فندم وصلت لقد ايه؟ احنا حاليا يا فندم بدانا خلاص، ونسبه الاعمال حاليا 10%. طيب المفروض عدد المحطات المستهدف انشائها كم محطه؟ هم عدد 4 محطات، عدد 4 محطات رفع ومحطه معالجه. حضرتك قلت التكلفة الخاصة بالمشروع ككل كام؟ التكلفة الخاصة بالمشروع كانت 177 مليون جنيه. 177 مليون جنيه دي شاملة الأربع محطات. شاملة فندم 4 محطات ومحطة المعالجة والشبكات. طيب خلينا نتكلم يا فندم على عدد المستفيدين بقى قد إيه بال 177 مليون جنيه دول. عدد المستفيدين يا فندم هم شبكة الصرف الصحي هتغطي مدينة السلوم كلها بالكامل. وعدد المستفيدين في مدينة السلوم حوالي 20,000 نسمة. فدي هتخدم ال 20,000 نسمة يعني؟ هتخدم ال 20,000 نسمة بالكامل يا فندم. طيب باشمهندس أحمد، مسألة التعاون مع المحليات والتعاون مع الجهات التنفيذية علشان يتم إنجاز المشروع بشكل أسرع. طبعا يا فندم في تنسيق متبادل بيننا وبين الوحدات المحلية وبين محافظة مطروح، عشان طبعا في تسجيل كل العقبات او اي حاجات بتقابلنا اثناء التنفيذ. بيتم التنسيق العرضي على طول مع المحافظه. والحمد لله اي حاجه بتقابلنا بيتم تسجيلها على طول، لان طبعا حضرتك عارف ان ده مشروع مهم جدا. صحيح. لتوصيل خدمات الصرف الصحي لاهالينا في مدينه السلوم. صحيح. وتوفير حياه كريمه ليهم يعني. صحيح. يمكن احنا نشكر حضرتك يا باشمهندس احمد نصر، مدير جهاز مشروعات المياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، شكرا جزيلا لحضرتك.